السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الله يمسيكم بالخير. الحجاج رحمه الله على بطشه وسطوته وقوته ونفوذه وشدته وفتكه إلا أنه كان كريم، والكرم يا أخواني ويا أخواتي والسماحة تغطي العيوب. يوم من الأيام كان في البرية يصطاد، وكان لا يأكل إلا بحضرة أشخاص، يعني كرما من الكرم اللي فيه. في وقت الغداء طلب من أعوانه أن يأتوا بمن حوله، فذهبوا يتلمسون الأعراب واللي في البرية، فوجدوا أعرابيا منقطع جائع فأتوا به، ثم بعد ذلك أجلسه الحجاج، ثم مدة السفر والموائد، ثم بدأ يأكل. وعندما انتهى من أكله سأله الحجاج، قال له يعني ما رأيك فيما أكلت، وما رأيك في السفر والموائد التي مدت؟ فرد عليه الرجل الأعرابي برد يدرس منهج حياة، فقال له: والله ما طيبه طبخ طباخك ولا خبز خبازك، ما طيبه إلا العافية. لتأكلون الآن الغداء العشاء والإفطار وأيا كان ذلك الأكل، الذي طيبه وزينه هو العافية. والله لو كنت تشكو ألما وجعا زكاما رشحا انفلونزا مغص ألم في قدم ما استطعمت. في رحلتي في تونس كنت يوم الأيام أجلس خارج المطعم، يعني في الجلسات الخارجية، فكان جنبي أشخاص يبدو أنهم من الشام، فكانوا يسولفون مع بعض بصوت يعني يصل لي، فكانوا يتحدثون عن شخص من أصحابهم عنده مشكلة. المشكلة هذه يبدو أنه غني جدا الرجل هذا الذي يتحدثون عنه حسب سياق الكلام، فبين أحدهم أنه يشكو من مشكلة في البلع، فكان يصف بلعه لي يا أخواني لملعقة الشوربة، يصفها بشكل مفزع، والله بشكل مفزع، أنه يتألم ويتوجع حتى فقط ملعقة شوربة تصل إلى معدته. نتعلم جميعا ونعلم من حولنا شكر النعمة. العبرة ليس والله بالمطعم الفلاني ولا بالأكلة الفلانية، العبرة والله لو بخبزة نأكلها بأنس وبفرح وباستمتاع وبشكر لله على ما وهب، وبشكر لله على هذه النعم، نعمة العافية ونعمة الأمن ونعمة الأسرة ونعمة أننا ما زلنا أحياء، والله لاستطعمنا لها. لكن البعض لا يعتقد أن المتعة بمد السفر من هنا إلى هناك، أبدا والله. والشيء بالشيء يذكر، ليس والله من شكر النعمة الإسراف في الأكل وإنفاق الأموال الطائلة على المطاعم على طبق بمبلغ باهظ حتى يقال أنني أكلت في المكان الفلاني، وحتى والله أنقل إلى الآخرين أنني أكل ولا أتعشى ولا أتغدى ولا أرتاد المكان الفلاني، أبدا والله. أخيرا أخواني وأخواتي، أقول لكم مذكرا: ما طيبها والله إلا العافية. الله يمتعنا وإياكم بالعافية، قولوا أمين.